لم يعد يختصر العدوان الذي يشنه جيش النظام التركي ضد سكان القرى والبلدات في إقليم كردستان على القصف المدفعي والصاروخي والجوي، وإنما تعدى إلى تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتهجير السكان، حيث عمدت طائرات الاحتلال التركي المسيرة إلى حرق مساحات واسعة من غابات محافظة السليمانية، وتحديدا في قضاء بنجوي القريب من الحدود مع إيران. الاعتداءات التركية على سيادة الأراضي العراقية والأجواء العراقية متكررة متعمدة بذريعة وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني، ولكن وراء ستائر هذه العمليات موجود سياسة ضغوطات تركية على العراق لكسب مصالح اقتصادية، واعتقد يعني هذه الضغوطات زادت نتيجة انقطاع تصدير النفط من كركوك. مديرية بيئة السليمانية قدرت المساحة التي تعرضت للاحتراق بسبب القصف التركي الأخير بأكثر من 60 دونما، مشيرة إن مجموع ما تعرض للحرق من هذه الغابات الطبيعية نتيجة انفجار الألغام الأرضية يصل إلى 58,000 دونما، ما يشكل تهديدا خطيرا للبيئة في الإقليم. سبب التمادي، هناك سببين رئيسين لتمادي الإرهاب التركي الدولي في المنطقة وبالأخص في إقليم كردستان والعراق وسوريا. الجزء الأول العقلية الإرهابية لدى الإدارة التركية بأنه يبحثون عن حل مشاكلهم عن طريق استخدام القوة، إنما لم يصلوا عن طريق استخدام القوة إلى نتائج مرضية، قاموا بزيادة استخدام القوة وهذا هو الفشل الأول. والسبب الثاني أعتقد لفرط استخدام القوة السكوت الدولي والإقليمي حول الجرائم التركية. جيش النظام التركي أقدم أيضا على قطع الأشجار وسرقتها من غابات محافظة هوك، فيما أكدت منظمات بيئية في إقليم كردستان إن شركات تابعة للنظام التركي نقلت كميات كبيرة من هذه الأشجار إلى أنقرة في واحدة من أبشع عمليات الاعتداء على البيئة والطبيعة في المناطق الحدودية بإقليم كردستان. عمليات تجريف وقطع الأشجار وسرقتها في محافظة السليمانية ودهوك لم تتوقف من قبل قوات النظام التركي حتى الآن، التي لم تجد رادعا لها في بغداد وحتى أربيل. حيدر عودة، اليوم كركوك.